وانت يا ربي حبه ولا بدك تحبه؟ يما يا مرام قلتوا لي ولدي، يما يا ماما صاب طلبوني. شو حكى لك اخر مره؟ وحكى لي قال لي يما يعني نحب افريقيا. قلت له بابا ما تحرقنيش ما تمشيش. قال لي يما تعرف ولدك يعمل حاجه؟ تعرفي ولدك عاقل. اما راني نحب افريقيا. قال لي يما مش تمشي نتفرج ونجي ورسمي بدل ودوش وخرج على وين على اساس ولدي مش يرجعني. بشويه في الاخر ما رجعليش ولدي، ما رجعليش ولدي. 3 ايام وانا شاريك ولدي خلاني مريضة، ولدي حرقوني فيه، ولدي هاكم شفتوا العباد اش تحبوا، ولدي هاكم شفتوه. عنده خواته؟ عندي ولدي في فرنسا، ولدي في الحماية، ولدي خلاني وحدي في الدار. هذاك اللي يدخل يخرج عليا، هذاك ولدي نوارة عيني، هذاك قطعة من بدني. يا ما سمعت كيفاش صار الحادث؟ صار الحادث صحابه جوني وحكوا لي الرؤى، قالوا لي والله نحكوا لك كان صحيح. تماشى قالك خرجنا من الصطاد لبس علينا، فطرنا ولبس علينا، نحن خارجين مروحين قالك هم بدوا يجروا في جرد. شكون اللي يجري؟ زوز بوليسي. قالك بالكلاب سايبوهم علينا. قالك كان ما نحن نقزنا قالك على السوق. قالك وهو كي خسروه بالكلاب قال لهم راني تلفت لهم، قال لهم راني ما نجمش نعوم. ولدي عمل لك كيزلك كيزلك طاح حزاته معناتها الملوسيه الماء. خسره لصحابه قال لهم هكا، قال لهم منعوني، قال لهم منعوني. بدو صحابه ينعوا في حوايجهم وماشي منعوه. قالوا له لا، قالوا له ما لا ادخل انت منعوه. قالوا له لا ما ندخلوش خليه. علاش عمل فيا هكا؟ راني مش نقعد طول عمري بالوجيعه، راني ماشي باش تتاحى يا بنات. يا خويا يا ولدي راك ولدي، راك ولدي مش باش تتاحى وجيعتي. راني دلعت وقد ما تتصور. ولدي نقول لكم عليه لا يعمل حتى حكايه. ولدي ارتاد في انتوا. ولدي تبارك الله تبارك الله. ولدي من ولدي من الخارج يطلبوا فيا. ولدي راهو يبات حدايا. ويزوز العباد جات للسفاق الكل جات. ولدي راهو ناس فيا ما عنديش غير. فما 12000 ولا 15000. هو اللي بات معايا. يا خويا راه ولدي مشى. قول له علاش شنو هي السبب؟ يا خويا راه ولدي مشى. ما تنعوشو. يا خويا وكان جو